السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. مقطع جديد من لعبة ماوت أند بليد. بداية اللهم صل على محمد. طبعا إذا ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وأعطونا لايك، وبسم الله نبدأ. طبعا يا شباب، قبل ما نبدأ في حلقة اليوم، صراحة أنا أشكركم. الحلقة الماضية ما شاء الله تبارك الله تقريبا أول 5 6 ساعات وصلنا 40 لايك. صراحة ما كنت أوصل الرقم هذا يعني بالسرعة هذه، فيعني إن شاء الله الحلقة هذه برضو نفس الشيء. إذا ما حطيت لايك حط لايك، وبسم الله نبدأ مرة ثانية. طيب يا شباب، طبعا معذرة، المفروض الحلقة الماضية ما كانت تنتهي بالشكل هذا، ولكن اضطريت اني اوقفها واوقف التصوير لانه صراحة انشغلت، وحاليا قاعدين نكمل. طبعا يا شباب، حاليا خليني اقول لكم ايش صار. انا حاليا موجود في هذه المدينة، مدينة قيصرة، وكنت قاعد اضبط امورها من ناحية اللويالتي، من ناحية السكيورتي، من ناحية الميليشيات، ونضبط الدفاعات فيها. ولكن باغتني جيش مكون من 620 شخص من الفالنديان، وحنا برضو ما حنا سهلين يا شباب، حنا عددنا 450 تقريبا، وفي عندي برا يا شباب تقريبا 400 شخص. هذهم موجودين هان بس جايين فوق بعض، يعني في الرقم الاول اللي مبين 128. فخلينا بالله نبدا هجومنا الاول، راح يكون 128. الدرع هذا احس انه ما له داعي، ولا ان شاء الله انه ما له داعي. وناخذ وين الاسهم؟ لا تقول لي بعتها. طب شباب، انتم معاكم يعني اسهم زياده؟ واتوقع انه خلاص ما يحتاج ان ناخذ جعبه ثانيه من الاسهم. بسم الله نبدا الدفاع. اتمنى الشباب يكونون قد المسؤوليه ونقدر ندافع عن مدينتنا هذه اللي صراحه لها يوم، لها يوم واحد بس. اوه، معاهم محطمه ابواب ومعاهم برجين، برجين ولا برج واحد. لازم نحطم صراحه هذه، اذا قدرنا نحطم محطمه الابواب امورنا طيبه. وين المنجنيق يا شباب؟ وهناك. اوكي. اوه، البوابة الرئيسية هناك يا شباب. لا لا لا، راح نغير الخطة. والله ياخذهم كسرين الباب هذا بعد. يوه، وين خيلي؟ وين خيلي؟ حلو، مدافع حلو، حنا أكثر منهم، ممتاز. حلو والله، أحلى شيء الرقم هذا. حلو، هذه موجودة، ممتاز. أنا ودي صراحة المنجنيق. وين المنجنيق؟ هذا هو. البوابة تحت صح؟ أي والله، البوابة الرئيسية تحتي. حلو، خلينا بالله نستهدف هذول البو. هذا واحد، حلو، خرب بيتهم ما يموتون هذول. ايوه ذبحت واحد عربي، عربي مع انه احنا ضد شو اسمهم، ضد الفلنديين. غريب والله، صدقونا متدمجه شوي. اي والله متدمجه. اعطيني اعطيني بالله. هذا تعالي قربي قربي، صدقوني هذه ما راح اخليها تكسر الباب، مستحيل تكسر الباب وانا موجود. هل يمدينا نرمي الان؟ بسم الله نجرب. يا الله يا رب انها تصل، تصل ولا ما تصل؟ حرام، قريبه شوي. اوه الان راح تصل 100%. خذ، حلو، 300، نايس. بسرعه يا شباب، 300. هات 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 شباب، كسروها يا عيني. بس ما دمجتها، الظاهر ما دمجتها. هلا والله، صوت يا اخي يطرب يطرب. هنرميها بالله على هذول اللي وراء. يلا يا شباب، واحد مات بس، اخر حبه. والله الوضع خطير، ان شاء الله تتكسر ان شاء الله. شت والله ما تكسرت. طيب خلينا بالله نروح نستخدم الحجار. شباب افتحوا الباب. نعم والله اني داري، افتحوا الباب. اسمع عليكم، شوفوا، خذ. حلو حلو شباب، الحجار هذه حاولوا تستغلونها بالشكل الصحيح. ها اوكي، عددهم مو كثير، ما ودي ارميها. ابعد 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 ابعد، انتبه لا تطيحون. خليهم لما يتجمعون، لما يتجمعون يا شباب، خليهم يتجمعون شوي، اصبروا شوي عليكم. او هذا هم متجمعين. يلا بس يا عيني، افتحوا الباب. والله خلينا ندافع الان، الان الدفاع حتى الموت. هاي هاي هاي، والله فكرهم معي هذول. والله الله 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 الله، كلهم ضدي يا شباب. افزعولي افزعولي، عافية. الله عليكم الله عليكم، نشوف بالله كيف النتيجة. اوكي لحد الان امورنا طيبة، احنا الفايزين، احنا المنتصرين. والله في معركة ضارية في الخارج، توكل انت. انا القائد، انا القائد، لن ارحمكم. معنا اليوم رمضان، ولكن ما عليكم. ايوه انسحبوا، يلا
انسحبوا يلا انسحبوا يا كلاب. فزنا يا شباب، هذا ما راح يموت. اذبحوهم يا شباب اذبحوهم، جيبوا لي خيلي بسرعه. ايه وين السهم هذا راح؟ او صاب واحد. حلو حلو، انتصرنا يا شباب. الجيش الاول قدرنا نقضي عليه تقريبا، يعني ذبحنا منهم تقريبا 200 شخص او 250، وهرب منهم 200 شخص خلينا نقول. اوكي مثل ما تشوفون هذا الجيش هو الجيش اللي قدرنا نهزمه. هذا الجيش الثاني اتوقع راح يدخل علينا باي لحظه، بس احنا عندنا شوفوا كم، 100 200 300 400 شخص تقريبا، او 500 شخص برا. اوه انضموا لهم. اوف 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 اوف، والله صراحة الوضع يخوف، والله مشكلة. لا صعب، أنا أقول خلينا مدافعين أحسن، خلينا نطور الشباب عشان يصيرون أقوى. شت، المرة هذه جو عليا ب 976. شت والله، صراحة الوضع يخوف. أوكي شوفون وداني أنا والخيل. طيب خلينا بالله ننزل خيلنا تحت، معليش يا خيلي راح تدمج شوي ولكن مو مشكلة. المعركة راح تكون حنا 263 هم 362، مو مشكلة. وين المنجنيق؟ هناك. بحاول اكون عند البوابة. اوكي المعركة، وخلينا نقول الجولة الأولى كانت في الصباح، والآن غابة الشمس. هنحاول نقلل من رماتهم قد ما نقدر. بس مدرعين، والله مدرعين، شايفين كيف؟ مو سهم واحد يذبحهم. شفتوا كيف؟ أكثر من سهم. ذبحنا منهم لحد الآن 31. طبعا هذه إصابات شو اسمه. حلو مثل ما تشوفون على اليمين إصابات المنجنيقات. وين المحطمة الأبواب؟ وينها؟ ما اشوفها. هذه هذه. كيف كيف؟ كيف أيم يا شباب؟ والله ماني عارف. الأيم صح الآن؟ نجرب، بسم الله. هوهوهو. والله أول مرة ضبطها. حط 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 بسرعة 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 بسرعة. كيف بسم الله يا رب تجي يا رب تجي. أوه فوق هذه. ولا عليهم. لو فوق كثير. خلاص خلاص شباب، دقيقة دقيقة، خلاص نزلني نزلني، خليني اتركها. ما يمديني ارفع المنجنيق شوي؟ ما يمديني والله ما يمديني. خلاص خلينا اتركها بالله، هم يدبرون حالهم. شباب تصدقون؟ خلينا نجيب لي حجر من تحت، ولا يمديني اجيب حجر من تحت؟ خلينا نجرب. لا لا لا، اعطيني حجر بسرعة بسرعة شباب. هات هات، اسرع اسرع اسرع. ان شاء الله تكون لها فايدة، ان شاء الله تكون لها فايدة. او وقفوها. حلو وقفوها الشباب. خليني بس اضمن الضربة عشان تجي 100%. بسم الله. يا الله يا رب تجي، تجي ولا لا؟ يا عيني 319. خذ. حلو 400 تقريبا، ما ادري كم هيلها. بس كثير كثير هيلها. حلو حلو حلو، قاعدين نذبحهم قاعدين نذبحهم. أنا ودي أكسر هذه بس عشان أرتاح. لا تقول لي فتحت البوابة. يا شيخ. طيب خلينا نضرب بالله اللي وراه، والله شكل البوابة راح تنفتح. خلينا نضرب اللي وراه يا شباب. هلا والله يا أخي طرب. الصوت هذا طرب. خلاص هذه آخر طلقة. ها. كسرتها والله. افتحوا الباب، اي والله افتحوا الباب يا حرام على اخر ضربة. يلا يلا الان الدفاع. عددهم 900، اوه والله شوي يطيح. عددهم 900 ولكن ان شاء الله احنا قدها. شباب وين الحجار؟ والله 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 والله. شباب ارموا حجار عليهم. في هنا معركة طاحنة. لازم افزع للشباب، لازم افزع لهم. شت شت شت، ذبحنا منهم تقريبا 200. بس لسه 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 العدد قليل. الحلو بالموضوع ان المكان ضيق. تدرون عندي فكره، طلعوني 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 شباب بسرعه بسرعه، طلعني طلعني يا ابن الحلال. عندي فكره اسطوريه. وهربوا والله هربوا. الحمد لله لحقت على حبه كويس. شوفوا شباب راح اطربكم راح اطربكم، بس المشكله هربوا. ها عادي عادي والله موجودين. يلا تفضل انت وياه. واحد بس واحد اللي اكلها يا حرام. والله وحوش والله وحوش. والله والله في هناك ناس، في هناك ناس ما شفتهم. ليش تهربون يا شباب؟ ليه 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 ليش يهربون؟ وينهم هذول؟ ليش يهربون؟ ما ادري يا شباب، حنا متقدمين. ليش ليش تهربون؟
فنعطيهم بالله امر اف 6 ثواني. ايوه شباب تعالوا 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 تعالوا، ترى احنا وضعنا ممتاز لا تخافون. اوكي انا صراحه ودي اكون منتبه على جميع الجبهات من يمين ويسار، ما ودي صراحه انا اركز على منطقه واحده وانسى الثانيه، لانه تواجدي انا في منطقه راح يرفع المعنويات. حلو المنطقه هذه ممتازه، المنطقه اللي هناك ممتازه، المنطقه هذه شوي تعبانه. اوف 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 اوف، وعندنا بس حجار. اوه في ناس يطلق علي والله يا شباب، يدمجون خمسه حرفيا معركه طاحنه. ذبحنا من عندهم تقريبا 300 400 500 شخص، والله باقي 400. شت اللي ذبح 400 يا شباب، اللي ذبح 500 يا شباب يقدر يذبح ال 400 الباقيين. حلو انا راح ادعمكم من تحت يا شباب، حش رجليهم حش. حلو حلو، احسن شيء انهم قاعدين يجوننا واحد واحد. يلا بس حلو قاعدين يجون واحد واحد، الحلو بموضوع انهم يجون واحد واحد. القلعة لازم ندافع عنها بدمائنا. اصبعي يا شيخ اصبعي يتشنج، يخرب بيتك ما يخلصون. يا شباب نحتاج دعم هان. حلو والله حلو والله، اذبح اثنين اثنين. لا لا اهرب 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 لما يجي التعزيز. يخرب بيت الفلنديين، ترى اقوى ناس الفلنديين، ترى احنا حاليا نحارب اقوى امبراطورية. والله 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 كم ذبحت واحد انا، وين اسمي؟ ذبحت 80. والله 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 تعبت. رجعوا رجعوا ممتاز، حاول استخدم السهم، اسهمي خلصت يا شباب. انا اشوف تحت كم باقي واحد، اوه جيش والله صف. تعالوا تعالوا فيكم خير، تعالوا شباب شباب باقي، وباقي 120 من عندنا. والله ذبحنا من عندهم رقم ممتاز. يلا يا رب يلا يا رب نقدر افك حالي من هذول. هروب هروب هروب، ما اقدر ما ودي اموت، دمي رايح فيها ما ودي اموت. اوه تعبت يا رجل، كم باقي منهم؟ واحد باقي منهم 180، ذبحنا 800 باقي 100 يا شباب. اذا قدرنا نذبحهم خلاص نفوز عليهم. 900 شخص هجم علينا وحنا عددنا 400 شخص. حلو هذول جو هذول جو، في هان حرب شيء يا شباب؟ لا تقول لي في معركه هان. والله في معركه هان بس ما هي معركه قويه. طيب ودي اطلع فوق. طيب هذه المعركه صراحه والله معركه يوتيوب حرفيا، معركه تستحق انها تكون. هربوا صح؟ اي والله يا شباب هربوا، لا يهربون، فزنا والله فزنا يا شباب مو طبيعي. ذبحنا تقريبا 900 واحد، مكتوب هنا الرقم يعني اريح من الحسبه، وذبحوا من عندي 295. اوكي مو مشكله مو مشكله، طبعا نص الرقم هذا 123 اصابات راح يرجعون يعيشون. طبعا يا شباب الخبر هذا راح ينتشر. اوه كفو يا شباب والله انكم كفو، قسما بالله والله انكم كفو. كم معي؟ 989 واحد مصاب، خلينا نشتري. والله حرفيا انتم ما قصرتم يا شباب. الان يا شباب الخبر هذا راح ينتشر، الخبر هذا راح ينتشر انه دولة السلطان او خلينا نقول امبراطورية السلطان هزمت جيش مكون من 1000 شخص للفلنديا. شوف كم قوتهم صارت، 7000 كانوا اللهم صل على محمد، كانوا 11000 اتوقع. خلوهم بالسجن يا شباب لما يعفنون، وتيس هذا التيس خليه بالسجن. حلوين حلوين حلوين. منج كيف امور القرية؟ اوكي بس الاكل عندنا وضعه تعبان. قاعدين نسوي هذه. اوه جاء ليفل الدرون بالتو هاند، كفو والله يا درون. نسيت اشوف كم ذبحت واحد، اتوقع ذبحت فوق ال 100 100% يا شباب. طيب الان عددنا 400، خلينا بالله نحل الجيش عشان الشباب يجمعون جنود اكثر. طبعا فلوسي يا شباب 996000، باقي 4000 ونوصل الى المليون، اول مليون في هذه السلسلة. رقم الجنود اللي معي صراحة ضعيف جدا، فأحتاج إني أطوره، مع إني أنا أقدر أشيل كم واحد؟ 345. عالية تزوجت من شخص اسمه جافالون، مبروك مبروك، الله يتمم على خير إن شاء الله. 65 شخص راح يتطور، هلا والله، الله يسعدها. طبعا هذه زوجة شخصية شخصيتي باللعبة، بنت جاريوس هذه. لا تقولها، توني يا شيخ مدافع عنها. شباب شباب تعالوا تعال أنت وتعال أنت. ليش ليش الحصار؟ مين مسوي حصار علينا؟ لا خذوها، والله ما انتبهت يا اخي، ليش ما ارسلوا لي اللعبه شعارات؟ الله ياخذها من... قول له الف الف، والله الف يا شباب رقم كبير جدا جدا. اشوف بالله الالف هذول وين رايحين؟ اشوف بالله كم واحد عندهم؟ مشاه 300 شخص، وعندهم 400 شخص يا حبيبي بوه. وين رايحين؟ اوه رايحين للمدينه اللي فوق الجديده اللي توها في 32 مدافع بس، حرام والله حرام. شكل حلقة اليوم كلها دفاع يا شباب، ولكن ما عليكم ان شاء الله احنا قدها. ها تحاصرونا يا شباب؟ اوه والله حاصرونا، اكيد راح ندافع عن القلعة ما في مشكلة.
اوكي، بدأت المعركة يا شباب. عندنا 3 مجنيقات، هم عندهم محطمة أبواب وبرج. طبعا الأسوار عندنا مسكرة، يعني هذه المدينة راح تكون أفضل من المدينة اللي قبل شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. مجنيق وين يا شباب؟ هناك بعيد ولا قريب؟ أحس هذا أقرب. طيب خلينا بلا ندرس الموضوع. وين محطمة؟ أوه هذه قدامي. أعطيني أعطيني لو سمحت، أعطيني أعطيني لو سمحت. حط حجر، حط هذه حجار، هذه الله ياخذكم. هجيب لها الايم كيف ان شاء الله انه يكون تمام. وين هذه؟ عليهم عليهم، لو بعيده يا رجل. ما اعرف ما اعرف ما اعرف، خلاص استلموا انتم الاشياء هذه. ودي اروح يا شباب واخاطر بحياتي، ولكن ان شاء الله انها ما هي، ما راح نندم عليها. شباب افتحوا لي البوابه وخلاص، انا راح اقدم نفسي فداء لهذه المعركه. سكروها يا شباب سكروها، سكر الباب لو سمحت، سكر الباب. عافيه، حلو 74. ما عليكم راح اكسرها، يعني صدقوني راح اكسرها. انا لحالي طالع، انا قدها. ايوه كسروها يا شباب، انا اعتبروني مضحي بروحي يا اخي. خلاص اتركوني، ممكن انك يعني تفطس. الشباب مو راضيين يساعدوني. والله اني دخت انا ودوختهم. اخيرا مات، يخرب بيته مدرع. متنا متنا، خلاص 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 خلاص، يو متنا. شت ذبحنا من عندهم 100. اوه شت، والله مشكلة. والله لحد الان المؤشرات تبين انه احنا فايزين، بس ترى هم عددهم 1000. الله عليكم يا شباب، والله فزنا. والله هربوا يا شباب، ذبحنا منهم تقريبا 400 وهربوا الباقي. وات، لا تقول لي في هجمة ثانية يا شباب، لا ارجوكم. خلونا مهيل، طيب خلونا مهيل. والله سووا منجنيق يا شباب. يلا يا رجال خلونا نروح نحطم محطمة الأبواب هذه. هذا مو جمل يا شباب. والله كفو، قربت تتكسر، كسرناها. ارجعوا يا أخي، الله يعطيكم العافية، والله ما قصرتم، حرفيا حرفيا ما قصرتم يا شباب. يا عيني يا عيني على الخيل الأصيل يا أخي. راعي الجمل هذا يضحك، راعي الجمل يضحك. الله عليك، ياكل ايش تاكل. اوكي الان يا شباب المعركه راح تكون سهله، معانا منجنيقات اتوقع، منجنيق واحد وباليستا، وهم ما معاهم ولا شيء، راح يجونا على السلالم وراح نقدر نقضي عليهم بسهوله. فان شاء الله راح تكون هذه الضربه الثانيه للفلنديين عشان يحرمون. طبعا هذا يا شباب هو حاكم الفلنديين والعلم عند الله. شوفوا الان قوتهم وينهم، قوتهم 8000، بعد المعركه راح نشوف كم قوتهم. 8414. معاهم عرب، والله العرب لحد الان يعني يشتغلون مع الفلنديين، ما ادري ليش. يا سلام يا سلام، اعطيني اسهم، لا تقول لي خلصت. ممتاز، موجود اسهم. كم باقي منهم؟ واحد باقي منهم 144. طبعا راح يجيهم تعزيزات المفروض. شتا اموت انا، انا دمي رايح فيهم. هو بدو ينسحبون، شوفوا شوفوا. ليش تنزلون انتم عليهم يا متيوس؟ ذبحوهم يا شباب ذبحوهم. فزنا صح؟ والله فزنا، قرروا يهربون. يا اخي والله جبناء الفلنديين. الله يستر الله يستر، انه هيلي صفر، ما انتبهت لهي صراحه، لكن ان شاء الله جنودي هم قدها. بسم الله. اوكي اوكي، والله الوضع لحد الان ممتاز بالنسبه لنا. شوفوا الموت من عندي 8 و12 اصابه. نعم يا شباب، تم القضاء على 1000 جيش، 1000 عدد من الجيش. هذه لينيا ذبحناها قبل شوي. رايحين يا شباب نعدم الان، الان رسميا راح اعدم رئيس الفلنديين. شوف اللوت يا حبيبي، كل هذا اللوت لي انا. هذا هو رئيس الفلنديين، ودي اقطع راسه يا شباب. انا اعتذر يا شباب، راح تصير شخصيتي يعني تاخذ خصائص سلبيه، ولكن يعني انا اعتذر منك صراحه، يعني هذا مطلوب، يعني احنا ودنا نذبحك عشان ما تسويها مره ثانيه وتعيدها. فمع السلامه. نعم، تم القضاء على رئيس او امبراطور اقوى امبراطورية في هذا الماب. والان راح يجيني يا شباب 1000 اشعار ديكريز ديكريز، يعني العلاقات تصير قليلة، ولكن ما في مشكلة يا شباب عادي، اللي يعجبه يعجبه واللي ما يعجبه بكيفه. طبعا هذه الاشعارات راح تقعد حول 5 دقائق وهي تجيني، لكن ما علينا منها. وصراحة عندنا اسرى كثير يا شباب لازم نبيعهم، ايش رايكم؟ وعلى هذا المنوال تقعد تبيع الاسرى وتاخذ فلوس، لكن احنا ما ودنا صراحة ناخذ الموظف بالشكل هذا. انا صراحة تعبانة، ما فيها الا 12. تعالوا انتم ما انكم تعبانين، مو مشكلة.
مين اللي شن علينا الحرب؟ جتني خاصيه اني دموي. يلا مو مشكله. ها سووا انقلاب علينا. اوكي صار في انقلاب على المدينه. يلا يلا عوافي عوافي. اصلا المدينه هذه انا معطيها لمين يا شباب؟ معطيها لهذاك التيس اللي معي. هذا بس ما اعرف يديرها. طردوه، شفت كيف مطرود؟ بسيطه 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 جدا. والله فيها 300. من وين جابوا 300؟ لازم نقضي عليهم الان صراحه. اي مرض او اي مشكله لازم تحلها فورا. الله 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 الله. ما نقدر والله ما نقدر. اوكي شباب، هجم علي جيش من الفلنديين، راح نغادر. ارجوكم ارجوكم اهربوا، خليهم هم ياخذون المدينه. اتوقع راح ياخذون المدينه هم، صح؟ اوكي ظهر انهم ما هم شايلين حرب على هذه الانقلابيين هذول. اوكي يا شيخ يا شيخ، حلقه اليوم كلها دفاعات بدفاعات. ليه ليه؟ يلا تعالوا اذا فيكم خير تعالوا. ها اي ويتنج. والله حاصروني حاصروني وانا معي 1000. خير ان شاء الله يا رجل. مين انت يا ابو الشباب؟ طبعا اكيد الانمي انا بالانمي. صرت عدو لدود له. هوط او لدو، يا حرام ولد هذا اللي عدمناه يا شباب. يقول لك هذا مات has been taken prisoner. وين مكتوب؟ وين ومكتوب مات عن طريقي انا يا شباب. الظاهر انه هذه الكتابة الظاهر. جميل جدا، ذبحوا الشباب اللي معي 1300 شخص، مات من عندهم 600 و700 مصاب. والله يا شباب معاهم دروع احسن من دروعي. شوف هذا اخذ 29. تعال يا حبيبي هات. والله نادية بالكروسبو 144 او 114. طيب الظاهر راح نعطيه نادية، هي الوحيدة اللي راح تستحق هذا البو. طبعا بو اسطوري يحتاج اتوقع هذا. اوكي شباب، تقريبا 3 مرات وحنا ندافع في هذه الحلقة. اتمنى الحلقة عجبتكم، بالله اكتبوا لي بالتعليقات ودكم اطلع لكم الانواع هذه من الحصارات او الدفاعات، ولا اخليها عبارة عن كواليس واقصقصها في المونتاج. فاكتبوا لي بالتعليقات يا شباب اذا هذا الموضوع صراحة يسوي لكم ملل، علموني بالتعليقات. واذا الموضوع عجبكم ما عندي مشكلة صراحة انا اطلع معاكم في الفيديوهات. فنوصل نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.